رجل أعمال وبيتنقل كلمة بيضاعة. رجل أعمال هل هو بناء أو تاجر بضاعة؟ هو لعله تاجر كبير يعني، قال إنه رجل يعني له عمل في مصر وعمل في السعودية وعمل في يعني في فرنسا، وبدل ما بينزل في شقة في فندق فمستأجر شقة ينزل فيها إذا أراد العمل، فبيسأل هل إذا مثلا ذهب إلى فرنسا ونزل في هذه الشقة تعتبر إقامة له ولا يجوز له الجمع القصر؟ يا أخي الإنسان ما دام مفارقا لوطنه فهو مسافر، حتى لو بقي في البلد الأخرى شهرا أو شهرين فهو مسافر. لكن إن كان في بلاد إسلامية يسمع النداء وجب عليه أن يحضر ويصلي مع المسلمين تماما بدون قصر، لكن إذا فتت يصلي ركعتين، وإن كان في بلد غير إسلامية ما فيها جماعة يصلي ركعتين حتى يرجع.